نجاح بورا جولسوي في أدواره السابقة بمسلسل عودة مهند ومسلسل فاطمة فتح له مجال لحتى يشارك بأعمال جديدة وبشكل مختلف تماماً عن قبل. فحيخرج يا مريم من الأدوار الرومانسية لأول مرة، وده في عملين، الأول اسمه السلفة في دور أحمد والثاني العشق مجدداً في دور فاتح. Fatih, evet o da çok keyif alarak oynadığım bir karakterdi Aşk Yeniden de. Ahmet, bu işte görümcedeki karakter. Merhaba. Merhaba. قدر بورا في الفترة الأخيرة إنه يحقق شهرة واسعة ما بتقلش عن شهرة باقي النجوم الأتراك، وبيتابعوا على الإنستغرام حوالي 1,300,000 فولور. كمان حلقات مسلسله العشق مجددا حققت نسبة مشاهدة عالية. لكن بالرغم من كل ده هو هياخد بريك من الدراما لفتره قصيره. طبعا اشكندن 2 سيزون devam etmişti. Aşkenden'den hemen çıktıktan sonra Eylül ayına girmek istemedim açıkçası. Dolayısıyla aslında işte Aşkenden bitti. Sonra biz mahalle filmini çektik. وبالإضافة للتمثيل قرر إنه يجرب الإخراج كمان، وده كان في فيلم محلي اللي بيلعب فيه دور البطولة كمان. زور aslında gerçekten hem yönetip hem de oynuyor olmak zormuş, çok zormuş. Oyunculuğa mı konsantre olacaksın, oradan işte bir şey diyorsun, koşturuyorsun, oyuna giriyorsun, çıkıyorsun. Tabi de performans mahalle filmi izlediğiniz zaman. Şu an montajını bitirdik mahallenin.